على الهاتف النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ والمتحدث الرسمي او المتحدث الاعلامي لتنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. سياده النائب اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم، تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. مبروك الاول النجاح في مجلس الشيوخ والصفه الجديده متحدث باسم التنسيقيه، امل مصر في ميلاد حياه حزبيه حقيقيه وشخصيات سياسيه فاعله. كيف تنظر إلى المستقبل من خلال وجودك في التنسيقية اللي بتمثل رافد جديد حقيقي من روافد تغيير الدماء داخل الحياة السياسية والحزبية؟ شكرا يا فندم طبعا لحضرتك على الكلمات الطيبة دي. بالتأكيد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هذا تعتبر نقلة نوعية في الحياة السياسية، يمكن ده كان واضح جدا من خلال الفترة اللي فاتت بالانتشار المجتمعي وأيضا السياسي من خلال كوادرها. نقدر نقول إنها كوادر سياسية جديدة من شخصيات حزبية وسياسية في المقام الأول شبابية، قدرنا إن احنا نتواجد في المجلس البرلمان بغرفتين مجلس الشيوخ ومجلس النواب من خلال تمثيل 28 عضوا بمجلس النواب وأيضا 13 عضوا بمجلس الشيوخ. نشوف إن احنا بنمثل 26 حزب سياسي بالإضافة إلى ما يتجاوز 41 أو أكثر من نقول عليهم شخصيات شبابية سياسية غير حزبية، قادرين إن احنا نتعامل بكافة الأيديولوجيات والأفكار الموجودة تحت مظلة من تحكمنا المصلحة الوطنية في المقام الأول، ويمكن ده كان ظاهر بشكل كبير. سؤال حضرتك واضح جدا في نقطة نار، ده هيكون خلال الفترة اللي جاية إزاي؟ ده يعني بشكل واضح أطلقناه في شعار تنسيقية سياسة بمفهوم جديد، وأطلقنا بالأمس أيضا برلمان بمفهوم جديد علشان نوثق بالفعل أداء وإثراء للحياة السياسية والنيابية بشكل مختلف. يعني إن شاء الله نكون قادرين على دفع الحياة السياسية وصنع القرار والقيادات المستقبلية من الشباب خلال التمكين اللي حصل خلال الفترات اللي فاتت، سواء في المناصب التنفيذية أو النيابية منها. أعتقد إن شاء الله ده واضح إن احنا قادرين نحقق ده بشكل كبير، خصوصا زي ما أنا دايما أذكر إن المجتمع المصري مجتمع شاب، يتجاوز عدد الشباب فيه من هم دون 40 سنة 65% من المجتمع المصري، فبالتأكيد لازم إذا ما تم تمكينهم بعد تأهيلهم بالشكل الأمثل فقادرين بإذن الله لدفع البلد دي مصر الغالية علينا كلنا إنها تكون في المكانة اللي نتمناها إن شاء الله. أنا بشكرك جدا سيادة النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ والمتحدث الإعلامي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.